ألف 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 مبروك لمنتخبنا الوطني الأولمبي الفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية كأول منتخب عربي يفوز بهذه البطولة، وألف ألف مبروك هذا الأداء الجيد جدا، وألف مبروك للجمهور المصري، هذا الجمهور الرائع، الجمهور المساند دائما لغاية آخر دقيقة. الجمهور المصري هو سر فوز منتخبنا الوطني الأولمبي في هذه المباراة، حاجة جميلة جدا، الفرحة حلوة، حاجة جميلة جدا جدا جدا، كلنا سعداء، كلنا مبسوطين، كلنا فرحانين بهذه البطولة الرائعة لمنتخبنا الوطني ولبلدنا الغالي. ألف مبروك يا كابتن شريف، ألف مبروك يا كابتن أسامة، ألف مبروك يا كابتن بلال، حاجة رائعة وكلنا مبسوطين وفرحانين الحقيقة.